حياتك يا وليد. في حياتك الباقي يا اسراء. هو عمو مات ازاي؟ مات لوحده كده. وانت كنت مستخبي فين بقى من ساعه الفالنتاين؟ مستخبي ايه فالنتاين؟ ابويا تعبان ودكاتره داخلين خارجين عليه. وفالنتاين ايه؟ يعني انت ما جبتليش هديه. هديه ايه؟ بقول لك ابويا تعبان، ابويا مات، عايز هديه؟ طبعا، قال على راي المثل، قال يا مستنيه الراجل في الفالنتاين يجيب لك هديه، قال يا مستنيه ماكدونالدز يعمل ملوخيه.